السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يعطيكم ألف عافية أخوان. يوم جديد وموضوع جديد وزيارة جديدة بإذن الله. طبعا يا أخوان إحنا في مطير أخونا أبو غيث الحمام الأفغاني. طبعا أبو غيث المربي الأول للحمام الأفغاني في الأردن. طبعا اليوم إن شاء الله راح نتعرف على سلالات جميلة. للأمانة أنا هاي السلالات يعني ما كنت أفقه فيها شيء، وقبل شوي أخذت فكرة عنها. إشي جميل إشي رائع، الفيديو يستحق المشاهدة. تابعنا، وقبل ما نبلش اكسب الصلاة على الحبيب سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، وحط لنا لايك للمقطع إذا بتحب، وإذا برضه بتحب علق لنا تعليق حلو مثلك. خليكم معانا وتابعوا المقطع، راح نتعرف على جميع السلالات الأفغاني مع أخونا أبو غيث. أخوي أبو غيث الله يعطيك العافية بداية. الله يعافيك يا رب ويسعدك. الله يسعدك، أنا بشكرك على الاستضافة الجميلة وإنك سمحت لنا إنه نيجي نصور عندك ونشوف السلالات والإنتاج. ما شاء الله الله يبارك لك، يعني إشي على ما بعرف أنا إنه الإشي الوحيد الموجود في حبات عندك الموجودة بالأردن، بالوحيد عندك أنت شخصيا بالمطير عندك حبات مميزة جدا، صحيح الكلام ولا في أشياء برا؟ أول شيء الله يسعدك، شرفتنا والبيت بيتك مسلم. الله يسعدك يا رب، دائما مشرفنا ان شاء الله انت واي اخ عزيز بيجي علينا. يسعدك. الله يسعدك اخوي. في حبات مميزه، في شباب عندهم حبات، طبعا حمام افغاني هذا كله افغاني اللي حاطينه اليوم هون. تمام. فيهم حبات مميزه. اه. فيهم حبات موجوده عند الناس مثلا، في حبات مش موجوده. تمام. حسب يعني في مستويات، طبعا كل طير له مستويات. بتختلف المستوى ودرجه الطير. درجة الطير من أي ناحية؟ يعني لون ولا كيف؟ لون، ناحية جمالية، تقسيمة ألوان، في ألوان متعددة مثل اللي هون. أه. في ألوان مثلا بتيجي عباية مسكر مع تمام. مرشوش مثلا، في ألوان بتيجي بس مرشوش مع جناح أبيض، في ألوان نص بنص، في ألوان نص مسكر نص مرشوش، يعني برجع حسب الطير وحسب جماليته وحسب درجة اللون اللي فيه. درجة اللون، طب أنا عندي سؤال، نحكي اللي يعني ضعيف بالحمام الافغاني مثلي، والله انا بقول لك انا اول واحد بعترف، يعني معلوماته ضعيفه جدا بالحمام الافغاني، ممكن يشوفه يحكم عليه انه بقول لك لاهور ممكن، صح ولا لا؟ صادفتك هاي الامور؟ صح اكيد. هسه الافغاني بتميز شوي عن اللاهور، اول ميزه فيه ممكن تشوفه من غير سروال كلين. لو نشوف هيك شيء عن قريب زي ايش مثلا؟ هذول مثلا شو السلاله وشو هم بالضبط؟ مثلا هون بلش اول واحد فوق مثلا، امسك حبه منهم، هاي حبه هاي مثلا. تمام. مثلا هذا بيحكوا له الخال بكون بطقية بس او طقية وذنب، طبعا في هون حبات طقية وذنب. طقية وذنب احمر بيجي يعني. طقية وذنب احمر او او اسود او ازرق، يعني حسب شو درجة اللون تبعه. هذا بيحكوا له الخال. اه. تمام. طبعا من مميزاته بيجي الطير جالس واقف، بيجي الجفن احمر. درجة لون العين ما بتيجي ثابتة، بس هي على الاغلب سودة، اذا بتطلع فيها من جنب بتشوف فيها حمار. بتشوفها من جنب فيها حمار. تمام. باستقامه بتشوفها سودا، اذا بتنظر عليها من هيك من الامام يعني. بشكل مستقيم بتلاقيها سودا، بتطلع عليها على جنب بتبين فيها حمار. سودا ما يلي هيك على اللون البني على زيتون، ما ببين من بعيد اسود، كل ما تقرب بين الدرجه اذا بتلف وجهه من جنب بصير في اللون حمار. ما شاء الله. طبعا مو كله نفس الشيء، هاي الحمام بنشتغل عليها كثير. تمام. بلاد فارس، افغانستان، باكستان، يعني هاي بلد منشأ اصلا افغانستان، المنشا الاصلي افغانستان، شهرت بافغانستان. تمام. لانهم ركزوا عليها كثير وكانوا بيطيروا منها كميات، يعني كل مربي هناك بيطير له 1000 2000 طير مع بعض، ما شاء الله. ركزوا عليها انهم بيعتبروها من انواع الزواجل تقريبا، يعني هاي برضه قويه بالمطار. قويه جدا. لا يستهان فيها يعني. وقويه مخ كمان، يعني طيور ما شاء الله. وهذول بيجوا منهم الوان، يعني شايف انت فوق هون فاصل مثلا لون في اصفر واحمر، هسه هون اصفر احمر، في هاي درجه فيها لونين، هاي بنت افريكان، هاي الحبة هاي مثلا، بس عشان الحضير عالي شوي. تمام. الحبة هاي مثلا فيها لونين، في منها بيج نفس هاي مشخط نورجيك اياه هناك. خلنا نصورهم هيك كلهم ما شاء الله. تمام. الله يبارك. في حبات درجات لون ثاني مثل اللي تحت هون. طبعا نفس هذا سيلفر، ما بيعتبر ازرق، هذا بيعتبر لون سيلفر. بيعتبر اللون سيلفر بسموه. بيحكوا له سيلفر، يعني هذا ما بيحكوا له ازرق اصلا. تمام. مش ازرق او مثلا بيحكي له المنيوم او لا. او هذا بيحكوا له هم سيلفر، بيحكوا له سيلفر. تمام. طبعا بلغتهم، بلغتهم بالبلد المنشا يعني مثل ما انت شايف. طبعا هاي حبه ضخمه شوي. في شغله بالحمام الافغاني بس ننوه عليها، بيجي هو قسمين تقريبا. تمام. بيجي حمام جبلي وبيجي حمام مدني. جبلي ومدني. الجبلي بيكون مثل اللاهور اللي عندنا الاكس لارج واللارج، هاي الحبات حجم اكبر يعني. حجم اكبر. تمام.
حجم اكبر، صدر عارض، يعني بيكون في شوي مواصفات اكثر. هذا الجبلي. الجبلي. المدني يعني بيجي حبات صغيره مثل هاي يعني مثلا الحب اللي هون. مثلا هاي الحبه تمام، مثلا تعتبر مدنيه طبعا، برضه قويه في المطار. والجبلي برضه مع انه مع ضخامته بيجي قوي في المطار. يعني انت الحب الاولى اللي مسكتها اللي فوق. طبعا لسه هاي مو جبلي، لانه في اضخم من هيك. في اضخم لسه. في حبات بوريك اياها هون لسه اضخم من هاي الحبه. ما شاء الله. طبعا انا يعني هيك اللون الازرق لاحظت برضه انه يعني انت اول ما تحط ايدك بلشوا يعني صعب انك تطلعهم حتى. لا مو متعودين على المسك. مش متعودين كمان. ها هاي مثلا اللون الازرق، شوف جماليه اللون الازرق. يعني اخضر مو ازرق، هاي اذا بتلاحظ على اللون. تمام، لعند الرقبة. بالراس بالشمس طبعا بتعكس، احنا مطير هون. مطير يعني بيختلف. شوف هو رقصة مثلا مع الحمام او برا بالشمس بدرجة تختلف كامل اذا بتلاحظ. وبتطير منهم عادي. اكيد نص هاي بتطير عنده. ما شاء الله. هات له شوية دون صورهم هيك. بسم الله. هاي الالوان اكثر من لون، يعني في اسود في ازرق، يعني اللي انا بحكي له بالنسبه لي. هلا انت بالنسبه لك كالبلد المنشا سيلفر وكذا، هاي مسمياتهم. شوف شو الفرق بين اللي متعمق بالسلالات هاي وبين اللي مثلا ما عنده خلفيه كامله عنها. هاي حبه هون مشغوله مثلا، شوف درجه العين اللون، شايف العين هون كيف. هاي العين اصليه، شوف هون العين مثلا كيف قلبت. هون بتختلف. تمام، فيها درجتين او ثلاثه لون العين. كل عين لون. وفي برضه قرن هون زي القرفه اللي انت شايفها. تمام. هاي بتيجي مشغوله، بس هو ما بيجي ستاندر هيك. هسا هو بالنسبه لهم ستاندر، انه تقريبا هم بيشتغلوا عليه كثير، بطلت تميز عندهم كثير يعني. بركبوه على بعض، يعني بتركب مثلا طاقيه على طاقيه مثلا برمي لك كامل علاج، برمي لك نص نص. طبعا في شغله ثانيه، مثلا الشباب بيفكروا مثلا بقول لك هذا الطير مثلا زي هذا ملطوم. يعني باللاهور بتحكي ملطوم، بس بالافغاني ما بتحكي عنه ملطوم. تمام؟ السواد بيجي فيه، في بذره فيه اصليه بيجي فيها سواد، بكونه كله مشغول على بعض، فبيجي فيه سواد وبيجي من غير سواد. يعني ما تعتبر بالافغاني انه هذا عيب. لا برضه بتشوف حتى فيها جماليه برضه يعني. صحيح. شايفها مع عيوب، شايف علي؟ شوف يعني فك فوق كامل. واحد اسود والثاني جاي ابيض يعني. وساحب كامل، درجه اللون تبعته برضه ما بتبين غير عن قريب. شايف؟ فهو اصلا طول مشغول يعني. وبتنتج هيك وهيك. طيب لو نمشي كمان هون مثلا الالوان الثانيه ايش في عندك هون؟ يلا كنا في النوع خلينا بس نوع نوع يعني. هسا النوع مثلا هون طقيه وذنب. هذا اللي بيميز هون عن هناك انه هذا بيجي دنب نفس الطقيه. هناك بيجي ابيض الدنب. في منه ما بيجي على الراس فوق، بيجي بس يعني مثلا اذا بتشوف الحبه مثلا هاي مثلا رقبتها كامله 100%، هاي تقسيمة الرقبة اللي هي القصة المحبوبة شوي بالنسبة لي أنا طبعا. تمام. الذنب طبعا بتعرف هسه بغيار تمام، بس ايش بشكل عام يعني بيجي جنح كامل. بيجي جنح كامل، ذنب كامل كله أبيض، رقبة. برضه هذا بيحكوا له خال، نفس الحب اللي هي نفس طيب. الشيء. في منها برضه درجات ألوان، طبعا احنا مورجين هون عينات. هاي درجة مثلا اللون الأزرق، شوف جمالية الأزرق هون مثلا. ما شاء الله. شوف نفس ما قلت لك برضه الخضار اللي فيه والزراق اللي فيه، شوف جمالية اللون. تبارك الرحمن. في مثلا حبات محيرة مثلا الوان جميلة برضه وبنشغل عليها. هذا بيجي زي لون محير، يعني ما بيجي لون اللي هو الستاندر اللي بيجي. لا مو ستاندر، وبنشغل عليه. وبنشغل عليه. بالحمام العادي ممكن نعتبر مثلا انه لا بعتبره ما برمي او دين او مش او كذا. بس لا اللي بيعتبر من المزايكو يعني، هذا بنشغل عليه، برمي حبات حلوه مثل هيك. مثل اللي فوق. تمام. برمي حبات مثلا مثل وين راح الحمر هون، هون برمي حبات مثل هيك مثلا. يعني بنشغل عليه، وبحكي عن تجربه يعني، بحكي انا من انتاجي. ما شاء الله. مش انه سامع من الناس او شيء. طيب خلينا نشوف ايش في مثلا. هذا اللي بطقيه اللي شفناه، ايش بدنب ايش بدون دنب. تمام. تمام. ايش في عندك هون؟ طيب حنشوف منهم هون، كونوا نفس النوعيه برضه. نفس النوعيه برضه، بس بيجي يعني ثوب ثاني. هذا بيحكوا له افشن. الافشن بس خلينا نمشي شوي على الافشن درجات. في افشن مثل هيك. تمام. في افشن عندنا مثل اللي هون. ما شاء الله. حبات افشن مثل هيك. تمام. في حبات افشن مثل اللي هون مثلا. بسم الله ما شاء الله. طبعا هاي فيها كم حبه رائعات يعني مميزات جدا. زي ايش لو تطلع لك حبه مميزه؟ ما بدي نيجي عليهم. هي هون كمان افشن. وهون نفس الشيء. هاي انت هون درجات الوان يعني. درجات الوان بتختلف. فاصلهم احمر اسود اصفر يعني حسب.
شاء الله. تمام. هناك شفناهم احنا هذول ايوه هون هون. تمام. هسه بنيجي هون مثلا الاوبشن اللي هون. طبعا شوف في هون رشي مثلا ازيد شوي. تمام. اذا بنلاحظ الرشي هاي مثلا، شوف الرشي هاي ما اجملها مثلا. شوف الرشي هاي ما اجملها. بس بدي اورجيك هون حبي درجة لون رائعة. رشة السدر اللي قصدت فيها. هون درجة لون، أول شيء هذا جبلي ثابت هذا الطير. اه هذا الجبلي يعني اللي بيجي أضخم من الحجم. من الحمام المميز جدا. يعني بتلاحظ على الطير، طير مميز بثوب. طبعا بهدل شوي زي ما أنت شايف الحظ. أكيد أكيد. كان عندنا شوية صيانة في المطير، كانت الحمام محطوطة برا. لكن بتطلع على درجيت، شوف هو مرشوش لهون بس مو ظاهر. خليني عشان هيك ماخذ إنارة زيادة. يعني هو ماخذ لون السيلفر لحد السدر بس مو ظاهر. حتى بتصوير كمان مش ظاهر، يعني ممكن على الطبيعة ظاهر. شوف هاي الريش مثلا، هاي الريش، هاي الريش، هاي الريش، ريش هون. رشته كامل يعني السدر. بس هون ممكن مو باين كثير، بس شوف درجة اللون ما أجملها. محابك كامل كل شيء. طبعا بتعرف الطير برضه قليش يعني بيأثر انه مثلا حبي مثلا هاي لسه ما رشت كامل، هاي حبة لسه صغيرة. طبعا برش لسنتين لثلاث سنين بزيد الدرجات، يعني بضل يغير الريش لسنتين وثلاث. هاي مثلا فيها درجات الوان، يعني القصد انه هاي الرشة اللي يعني بتكمل معاه بتزيد. بتزيد. شوف جمال العين، الله يبارك لك يا رب. الرش اذا بتلاحظ هون درجات الوان، هاي ثلاث الوان تقريبا هون. شو نقرب عليها؟ يعني ازرق يكون في مثلا اللون الاحمر او الذهبي، من الشغلات الصعبه والنادره بعالم الحمام. اكثر من لون. بالازرق بالذات، الازرق بالذات يعني هذول قلت لي هي يعني باشكالهم ايش ايش اسمه؟ افشون. افشون. تمام. طبعا لهم مسميات يعني عنه، بس بشكل عام هو افشون. بشكل عام ولكن بيختلف. لما نحكي نوري طباشير زرزور. ايوه ولكن الطبع. سلاله واحده. فيه في النهايه سلاله واحده. سلاله واحده. مثلا هاي حبات مثلا. هسه بورجيك طبعا من الحبات اللي موجوده هون مثلا، هاي حبه صغيره لسه. اذا بتشوف رقبة السدر هون، شوف كم لون فيها، هاي تقريبا خمس الوان. ما شاء الله. في ذهبي على احمر على بني اسود، في شوي ضارب على خضار اللون. تمام. طبعا هاي بترش بزياده، يعني هاي اخوه الشباب بيعرفوه، صورته انا موجود على صفحه السنه الماضيه، كان هذا مثل السنه الماضيه. تمام. هذا من السنه الماضيه على صفحتي بلاقي انه رشي خفيفه فيه كانت جدا. شوف هسه كانت زي اللي طلعت اول شيء، اخوه الاصغر. اخوه الاصغر بس يكبر يعني. سبحان الله. لسه برش، لسه ما كمل، لسه بيكمل هون كمان. شوف لوين واصل بهاي الجهه، والوان متعدده. ما شاء الله. يعني اذا بتيجي على الطير مثلا بتشوف السدر تبعه. ما شاء الله. تمام. الله يبارك. ونفس الشيء طبعا جماليه الجفن وجماليه العين. في حلاوه بتلاحظ بالعين لما يعني تنظر على الطير بالذات عن قريب، بتلاحظ جماليه العين يعني لما تركز فيها. شايف هي درجه الحمار بجوا العين، هاي الحمار. هسه لما قلت لي انت اول الفيديو درجه الحمار بينت. لما من بعيد اسود، من بعيد بتبين. نعم اسود ما بتبين. اسود. نيجي هون مثلا على اللي جنبهم، لو برضه مش قلال يعني ما شاء الله. لا قلت لي انت هذول يعني مطارهم مطار زواجل ابدا. فعلا هم زواجل. هاي حبه مثلا براون حلوه، تمام تشخطتها حلوه كامله. تمام. طبعا هاي اهاليها نص مسكر ونص مرشوش. يعني بيجي كتف بكتف. القصد كتف بكتف زي هذول اللي هون الحبات اللي يعني هذول هذول بيجوا كتف بكتف كتف يعني. كتف مسكر هسه بورجيك اياهم من قريب. كتف مسكر كتف مرشوش بيجي بس يتحركوا ببينوا. بس يتحركوا. هسه بمسك لك منهم. تمام. طبعا طلعت حبه جميله برضه، هاي الحبه بنشغل عليها. تمام. يعني فيها جماليات بنشغل عليها. ما شاء الله. والله نشوف هذول الكتف بكتف. يلا صار عندي فضول انا اشوفهم. مثلا الحبات الصغيره برضه. في منهم طقيه بتكون مش موجوده، بيكون من الرقبه وورا. من الرقبه وانزل ما في طقيه. ان شاء الله برضه بورجيك منهم. برضه جماليه ولسه بسكر كمان كامل. سكر كامل لتحت. هون مثلا كتف بكتف. هذا كتف مسكر. تمام. تمام. هون كتف مثلا مرشوش. هذا بيجي واحد مرشوش واحد. طبعا بتزيد الدرجات فيه.
طب اخوي ابو غيث، يعني في اشي بيجي منه مثلا كتف مسكر وكتف ابيض كامل؟ اه هي موجود عندنا هون هلا برضه. موجود برضه منه. نرجيك هون اكثر من لون. نفس الشيء. هون انت حاطط عازل الكتف كامل مع المرشوش. بس بوريك الحبات الصغيرة كيف تكون وبنصورها ان شاء الله برضه على صفحتنا بعد فترة لما ترش كامل. ما شاء الله. هاي كتف مثلا كامل، كتف مرشوش هون. بكمل هذا. طبعا مع جمالية برضه بالسدر، شوف جمالية السدر كيف تكون. ما شاء الله. طيور، انه طيور مميزة والحلوة جميلة جدا. الله يبارك. هاي مثلا الحمد لله هاي. أصغر عمرها. هاي أصغر عمرها، والحمد الصفراء أصغر عمرها. نفس الشيء، كتف مسكر كامل. كتف مرشوش طبعا وبزيد هذا الرش. هي الرش هي عشان اصغر لسه مش مبين. لسه برش على اول بروك على ثاني بروك تقريبا. بعدين بيثبت على ببلش يثبت. هون ايش في عنا تحت هون؟ ايش حكينا نروح على نص بنص. نص بنص يلا نكمل. يعني انت ماشي معانا بالسلاله سلاله. ايوه انا اسالك عليه تكون راضي. يلا وين النص بنص هون؟ اعطيك حبات من الازرق. ما شاء الله هون في ازرق كمان. طيب هات نشوف الحبه. هاي شوف هاي الحبه، هاي ازرق لبنيه. لبني بيجي ابيض كامل. ابيض كامل. ازرق كامل ما شاء الله. طبعا في الافغاني ما بيعيبوا لو كان اعصر ريشه ريشتين ثلاث ما بيعيبوا، لانه هاي الطول بتنشغل على بعضها تنتج منها اللي بدك اياه. فلازم تشلف. فمن حياتي انا الطير اللي بكون مشلفه وبكون عارف شو اهله بحب اشتغل عليه اكثر من الطير الثابت. الطير الثابت ايام ما برمي. يعني حط نص بنص على بعض، ممكن ما يرمي لك، يرمي لك كامل او يرمي لك اعصر. تمام. بدك تعرف كيف تشتغل عليه ترجع تنتج نص بنص كمان مره. اما زي ما بيحكوها المعصوره ريشي كذا هي ما بتعيب، وهي بتكون بالانتاج افضل. هاي للاسف في ناس بيحكوا انها بتعيب، بس من ناحيتي انا ومن خبرتي بحكي عن تجربي. بحكي عن انتاجك عليها ومنتج منها. تمام. يعني هاي الحبه اهلها مو نص بنص. مش نص بنص. لا انا ما عندي درجه هذا اللون اللبني، هذا الراس السيلفر. العين الجميله هاي مثلا ما عندي منه نص بنص اهالي. تمام. هاي انا مشتغلها. انت مشتغلها فطالع معك بالجماليه هاي. تمام. شوف درجه اللبن قديش اللون. هاي مقسوم 100%. ما شاء الله. يعني هو هذا فعليا بسموه نص بنص. ففعليا ما بتعيبها. هاي نشوفك حبه ثانيه مثلا كمان دخلنا على الازرق، ناخذ حبه من على اساس نعطيك برضه حبه اغمق شوي. هاي حبه هسه مثلا شوف مثلا فيها ريشه، بس الريشه هاي ما بتعيبها. وما بشيلها انا. ما بتشيلها. ما بتشيلها، هي نص بنص، يعني ريشي ما بتعيبها، هي نص بنص. يعني نص بنص واحلس، اصلا احلس ما في. يعني الاحلس يعني هو يعني صعب اللون هذا ولا كيف؟ صعب جدا وقليل، حتى في بلاده قليل. حتى في بلاده قليل. يعني هذا اللون صعب وقليل جدا، يعني ممكن بتوقع ما بتحصل بالاردن منه. الاحلس. الثوب، وكل ما فتح درجة اللبن تبعه برضه بصير اصعب. كل ما صار اميز. هسه بورجيك عباية اجمل من اللبن لسه. ما شاء الله. عباية مسكر بورجيك. عباية نص بنص يعني؟ لا عباية كامل. براس سيلفر. براس سيلفر. هذا ابن عباية، هذا الفحل ابن عباية. احنا نوضح للناس اللي بتقول لك راس سيلفر، وش تفكر انه نوع السيلفر؟ لا اللون نرجع. سيلفر بحكوا له. اللون بسموه بالبلد المنشأ تاعه هذا اللون بسموه سيلفر. هذا اللون ما بيكون ازرق، بيكون سيلفر. لانه بيتميز اللون عن الظاهر. بتميز يعني. يعني كيف المشمش عندنا احنا مثلا. مثلا درجة الراس تبعه بتختلف. تختلف. فهيك نفس الشيء بهي الحمام. اللون تبعه في بيجي اللون راس ازرق. راس ازرق. اشي سيلفر واشي ازرق. السيلفر راس السيلفر بيجي اغلى طبعا. بيجي اغلى ببلد، انا بحكي بلد مو هون. كبلد المنشأ. مو متواجد هون الحمام، هاي قليلة جدا. متواجدة. بس في بلدها هاي بتعتبر يعني اجود واغلى. المرغوبة اكثر يعني نحكي. بتفاخروا فيها، كيف احنا هون بنصور مثلا طير بلدي على حفته وكذا. ايوه. هناك بتفاخروا بالحبات هاي. بتفاخروا باللي راسه سيلفر. بغض النظر كان مسكر او نص بنص، او حتى لو كان فيه لطمات ما بتفرق معه. ما بتفرق. كل ما زادت درجة السيلفر بالراس كل ما الحب اكثر بالنسبة لهم. كل ما صار الطير اميز بالنسبة لهم. تمام. مشان ما ناخذ وقت كثير خلينا نمشي اسرع شوي صغيرة. يلا. نورجي حبات مثلا زرود مثلا. هاي حبة زرقاء. هذا ايش بيجي كامل؟ هذا كامل بيجي من درجات الزرقاء اللبنيه مثلا. هاي حبه مثل هيك، في حبه مثلا على بسكوتي اكثر شوي بس. هاي انا بدي اشوفها منيح. هاي هاي الحبه مثلا. هاي انا ما شاء الله ما شفت عندك يعني غير هاي الحبه. في حبات هون عندي نص بنص. على صار اكثر درجه اللون على اوبر رايحه شوي. تمام. هاي بسكوتيه. حبه جميله درجه لونها حلوه جدا ما شاء الله. الله يبارك. وانتاجها حلو برضه. هاي الحبه
تمام هسه كملوا في منهم كثير بالورجي مال مثلا هدول برضو كمان ايش هذول مثلهم درجات انا حاط درجات الوان كثير انا بدي اصورهم عن قريب ما شاء الله يعني شوف انت على فكره اللي مثلا ما بيعرف فيهم او كذا بقول لك هذا لهور نبعد دون سروال صح صح بس هو لا حمام بيختلف كليا حمام بيختلف وفي شغله برضو الناس ما بتقولها في موصول ومفصول موصول ومفصول هسه مثلا هذا راس مفصول اذا بتلاحظوا هون الراس الرقبه بيضه تمام اذا بنمسك حبه ثانيه مثلا هون هذا الراس عنده مفصول يعني مش شابك مع رقبته نمسك حبه نفس درجتها او نفس مستواها للحبه الاولى ان شاء الله الراس موصول الرقبه كامله تمام يعني الواحد والله بيكسب معلومات لاشياء يعني ما شاء الله مميزه تلفت النظر تمام عشان ما نطول هون برضه نص بنص هون نص بنص بس الوان يعني في اكثر من درجه لون مثلا ما شاء الله هاي حبه مثلا هاي مثلا حبه حمراء حلوه تمام حبه حمراء هون نص بنص وابيض في اصفر في اسود في هاي حبه صفراء هاي حبه شوب شوي طب هون مشكل اكثر من لون اسود الاصفر في درجات بتيجي مرسومه رسمتها برضه حلوه شوف مثلا جمال الرسمي هون هي جاي زي سبعه بيضه ايوه نص في منها اكثر في منها اكثر من لون عندي نص مسكر نص ابيض مع جماليه رسمي بالنص طبعا بالسما ببين لما يقلب الطير لما جمالية. ايوه لما يطير بكون جماليته بتختلف يعني ما شاء الله عليهم الله يبارك تبارك الرحمن هون ايش فيه؟ في المزايكو تمام المزايكو في من هون في مثل هون هذا بيختلف شوي يعني احنا فوتنا هلا مثلا نحكي سلالة ثانية هذا ايش اللي هو المزايكو او المشخط او اللي هو تمام شوف كيف اي حبة فيهم مثلا تعال بسم الله هذا شو طبعا في من الحمام هاي بيجي راس وذنب راس وذنب في حمامة بتيجي ذنب ابيض بتيجي راسها على لون ذنبها مثل ما ورجينا الحبات اللي هناك تمام وفي عندنا هون ازرق برضه الوان ثانيه هسه بورجيكم اياها بالامثله اليوم اللي تحت راس وذنب هون في راس وذنب طير جميل جدا في مجموعه الوان ودرجات من نفس مجموعه الالوان يعني مو درجه بدرجتين ما شاء الله اذا بتركز على الطير حتى الريشه بتلاقيها نفسها اكثر من ايوه شايف اذا بتركز على الطير مثلا تشوف جماليه الالوان بدرجات الالوان ما شاء الله هذول اللي هون قلت لي هذول بدنب يعني نفس لون ال بدنب وغير دنب في جهتين في فوق ابيض لفت نظر انه في الانواع هاي بشكل عام الافغاني بيجي ذنب مسكر ذنب مفتوح هاي حبه مثلا هاي الحبه اللي بعرفها برضه كنت بصورها عندي هاي من الفراخ هاي من الحمام اللي بتطير عندي هذا زي مشخط ثوب ايوه شوف جمال الثوب شوف ضخامه الحبه هذا اللي حكينا عنه اول شيء جبلي ايوه هذا لا بين هذا وسط هو بعتبره هذا بين برضه بس هذا مشغول جبلي عمدني طبعا هاي هذا الحجم اللي بحبه انا اللي جاي زي بين الاثنين الحجم اللهور اللي عندنا تقريبا اللي بطير بيجي الطير على المطار حلو ماخذ هيبته بالصدر تبعه مثلا وقفته كذا جماليه بالعين تمام بالاضافه للالوان هاي المميزه برضه هاي الوان صعبه وصعب انتاجها جدا يعني تطلع حبه زي هاي بتشتغل فتره طويله هاي مثلا حبه هاي حبه لسه فتره صغيرها لسه ما خلص هذا لسه يعني صغير لسه على ثلاث ريش تمام هذا طبعا بتشخط كل جسمه على السنة هذا يعني بصير زي الحبه كنت ماسكها قبل شوي لا ما بصير زيها بضل ابيض بيجي فيه رشات حلوه رشات زي ايش مثلا كيف الحمام هاي مرشوشه بالنص زي هيك مثلا زي اللي تحت هون اول شيء هاي الحبه الصفراء هاي بتقدر اقرب شيء يعني اقرب شيء لين راح يبقى زي الحبه الصفراء هاي مثلا يعني البياض هذا كله بي بي بفك بصير هذا الشخص بضل البياض بس فك الصدر شوي صغير من الظهر شوف جمالية الحبة برضه درجة اللون تبعتها ما شاء الله شوف هون كم لون فيها يعني حتى اللون الأخضر بتلاقيه فيها تخيل أخضر على أصفر ما شاء الله حبة مثلا الثانية مشخصة مثلا شوف برضه جمال اللون ما شاء الله طبعا هاي بتعتبر نص بنص هاي تعتبر هون بياض نص بنص هاي تعتبر من نفس ال لو كان زي كذا شوي صغيره ما بتعيبه ما بتعيبه الافغاني ما بتعيبه تبارك الرحمن
طبعا انت بتلاحظ برضه بتلاقي هون برضه اللون افتح شوي صغير، اغلب الحمام الافغاني بيجي اللون الراس شوي فيف، عند درجة اللون افتح شوي افتح. هاي من درجات الالوان يعني، درجات الالوان الجميلة الذهبية عكس الراس. ما شاء الله تصورهم هيك هيك ما شاء الله، الله يبارك تبارك الرحمن ما شاء الله. هون ايش في عندك هون؟ هون نفس الشيء من الافشن بعتبر برضه هذا نفس الشيء. الافشن درجات جميله جدا، شوف درجه الاحمر هذا ما اجملها من غير ما اطلع برا، درجاته طيبته كيف رشته الوجه، شوف الحبه الصفرا اللي تكلمنا عليها اللي بتشبه المشخط اللي هنا. طبعا شوف شوف الحمام بري يعني ما مش بالسهل انك تسيطر عليه. لا لا طبعا حتى في قوه في الايد لما تمسكها من هون، الطير جنحه قوي جدا يعني بكون بشد. الكاميرا مبين انه مقاوم اكثر. بقاومه ما شايف هاي؟ طبعا هاي لسه برضه ما كملت رش، هاي بترش لسه صغيره كامله. لسه صغيره ما شاء الله. هاي من الحبات مثلا في مثل هيك مثلا احمر هون الاحمر في اللي فوق، الاحمر اللي فوق هذا برضه اللي بيعرف على صفحتي هذا الكرم كان ابيض فيه رشتين حمر، انا مصور اللي بيرجع على صفحتي. يعني كان ابيض هذا. في كان بس راسه كان في رشتين حمر، شوف هسه جماليه اللون كيف صار جماليه. كل ما يكبر الطير كل ما والطير البطير بتلاقي دائما دمه اقوى، شوف درجه الدم قديش في الطير البطير. شوف درجه الدم يعني لما حكينا يعني عين عين بولندي يعني مش زي الطير اللي بكون مثلا بالانتاج. بس هون عندنا الازرق، الازرق هذا الاحلس شفناه هون. ايش هون تحت نفس الشيء ولا لا؟ الازرق اللبني ما شفناه. شوف انا على فكره انا صعب اميز، انت بتميز اكثر مني يعني ما شاء الله. هي مثلا هذا ازرق درجات. هي هون في ازرق درجات درجات. هذا الاحلس الدرجات يعني. هون درجات الاحلس. انا والله نشوف هيك يعني هون درجه فيه وهون ما شاء الله هاي درجه. بسم الله هون كمان ما شاء الله الله يبارك. نمسك مثلا حبة مثلا من هون هات نشوف. هاي الحبة عملت شوي ضجة لما نزلتها مرة. شوف درجة الراس، درجة اللون يعني درجة اللون تختلف كليا عن الثوب. الثوب طبعا حتى الثوب تبعه روعة جميل جدا الطير. هاي من حباتي حلوة نفس الشيء ما شاء الله. طبعا شوف تلاقي خد اكثر من خد، قلت لك في شيء بكون شيء بزيد على شيء. هي ازرق مثلا اغمق شوي، شيء بكون ساحب وشيء بكون نص. ازرق اغمق شوي صغيره. طبعا هذا يا اخوان الازرق الغامق اللي احنا بنعرفه مع انه درجه راسه فاتحه شوي، بس هسه بدي اورجيكم حبه مميزه يعني. هاي بتفتح في المندل تشوف مثل هون في حبه هون عباي. هات نشوف. طبعا هاي الحبه عباي مسكره من درجه لونها فيها رشتين بس ما بيعبوها. تمام. الذنب حتى ازرق. تمام. الراس سيلفر كامل يعني انك تلاقي ازرق راس أحلس. سيلفر كامل يعني والله خلنا انا هذا حرام نظلمه بالتصوير. ازرق شوفت. احلس في الدرجه هاي براس سيلفر يعني صعب احلس غامق وراس فاتح اي نوع حمام صعب تشوف ما شاء الله الله يبارك. احنا ما بنحكي على نوع الافغاني او غيره بس فعليا صعب تشوف في الدرجه مثل هيك ما شاء الله. ايش هون؟ هون من الحبات الصغيرة نفس اللي صورته. تمام. حبات صغيرة جميلة راس. هذا أصغر عمرا بس. أصغر عمرا بس. بس هذا بتخلق يعني. بتخلق بيختلف شوي صغيرة. ما شاء الله. بقوى دمبه طبعا مع الطيران. نفس الشيء ذنب أزرق نفس اللي صورناه. ذنب أزرق وبيجي كمان ذنب أبيض زي ما شفنا. والله هون ذنب الأبيض الحبات الجميلة. هون في ذنب الأبيض. شوف هذول ذنب أبيض ما شاء الله. الله يبارك يا رب. درجات بتختلف حاطين انا صورته هيك يعني انت فاصلهم اكثر من درجه تقريبا اكثر من 10 درجات بترجع لدرجه الالوان اكثر من 10 درجات موجود ما شاء الله. هون ايش في بدك تفرجينا هون؟ هون بدي اورجيك شغلات هيك شوي حلوه مميزه يعني الوان برضه صعبه مثلا اللون هذا مثلا من الدرجات الصعبة جدا برضه.
ما بعرف هذول مشكلة ممكن ما يجي على التصوير فيه. بيجي على التصوير افتح او اغمق طلع هو على الطبيعة انا شايفه اجمل، انا شايف الكاميرا وشايفه على الطبيعة. الطبيعة الطير جميل جدا. طبيعة اجمل للامانة صحيح. درجة لون جميل جدا. ممكن الشمس عشان عكس من وجه المطيط. هون ايش هذا؟ جاي على اصفر. شوف درجة اللون ما اجملها. لسه طبعا على الريشتين لسه ما اكتمل. ما شاء الله الله يبارك. حلو بالافغاني انه كل ما يكبر كل ما بتزيد الوانه وبتزيد جماله. ما شاء الله الله يبارك. سالتني انت هون عن السلابل. هذول انا قلت لك ليش حاطهم هون؟ هذول السلابل هذول من شغلي. استنى عشان طلع الاناره ورا شوي لازم نجيبهم جنب النحل. استنى امسك بايدي امسك لك بايدي حقك. حطيني. بتلاحظ ضخامة الوجه وضخامة الحجم عن الألماني. هذا شغلك ما شاء الله. شوف ضخامة الوجه لوين. تبارك الرحمن. ممكن مو مبين كويس. دائما سبحان الله الطير على الطبيعة بين جمالياته أكثر. بات حلوة درجات لون حلوة. هذول برضه أنت شغال عليهم. هذول إن شاء الله عندي منهم مجموعة إلى 400 حبة. نصورهم إن شاء الله. ما شاء الله ما شاء الله. هذول بدهم حلقة ثانية. حلقة ثانية بتصور فيهم بس هيك كفكرة يعني كونك سألت عنهم. الله يبارك يا رب. يعني ما شاء الله الله يبارك لك يعني للأمانة أخذنا فكرة ممتازة للحمام الأفغاني. إن شاء الله أنا استفدت أول واحد والناس اللي بتحضرنا استفادت. يعني بنشكرك على الاستضافة الجميلة أخوي أبو غيث. يعني ما شاء الله عليك وجه بشوش وطيب. ما شاء الله عليك. هاد ايش هاي اخر حبه تكون بيدك؟ هاي مودعها. طلع ما شاء الله. طيب نشوفكم يا اخوان على خير. هيك وصلنا نهايه حلقتنا. يعطيك العافيه ابو غيث. الله يعطيك يا رب. السلام عليكم. الله يسعدك يا رب.